الإدمان. الإدمان مهما كان نوعه، سواء كان إدمان على مواد كحولية ولا على مخدرات ولا غيرها من المواد السامة، يمس العديد من الأشخاص على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، أجناسهم، أعمارهم. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، شنو اللي يدفع الإنسان على الإدمان على مواد سامة ومدمرة؟ هل هو الهروب من واقع اجتماعي صعب ومرير، أو ربما هو نزوة؟ لكن النزوة هذه يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها، قد تصل في بعض الأحيان بالمدمن إلى إزهاق روح بشرية عمدا وبدون أي وجه حق. في يوم 7 ماي 2008، في منطقة بير مشارقة، قام المدعو منير ابن أخت الضحية باكتشاف جثة الهالكة. فقدت القتيلة لمدة يومين هذوما. جاء جار من جيرانها، صغير هو مش كبير في العمر، متاع 18-17 سنة، وتربى عندها. فقدها، جاء علمنا، قلت له تنجيت أنا خلت عليك ونجي، عاود رجع لي من جديد، مشى روح ورجع لي من جديد على البلاسة. أنا باعتبار كونه ثم حاجة، كينه هو شاك في حاجة ولا مانيش عارف. كي صارت الجريمة وكل شيء، قالوا راهو معناها هاي ما ثمش، فقعدت 3 أيام هي ما ثمش باش فاقوا بها، فهمت؟ وقت اللي مشيت تصورت، كان الباب مغلق، تصورت الجدار الخارجي نقص بالسور، وكان الباب الداخلي مفتوح. دخلت لقيت القتيلة ملقات على ظهرها، كانت نوع الماء رايحة تخرج منها، باعتبار كون اكتشفنا الجثة بعد نهارين. كانت نمالة متسربة من نوع الماء بحذاها. المرأة وقت اللي يلقوها حتى من النمالة لهمتها النمالة، والريحة معناها حتى للجيران شمت الريحة. 3 أيام، من نهار الاثنين في الليل، نهار الأحد في الليل، حتى شل نهار الأربع. وكان منظر بشع جدا. خرجت للتو معناها وأعلمت السلطة الأمنية بما حدث، وجاء وكيل الجمهورية، وجاء ومشيت الجثة لمستشفى نابل. أنا هنا قاموا بالتحليل الطبي وتشريح الجثة، وكانت جريمة قتل للسرقة. في تاريخ 8 ماي 2008 تم تكليفنا من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزوان لفحص جثة لامرأة عزوزة تم العثور عليها في منزلها. وتبين من خلال الفحص وتشريح الجثة أنها امرأة عزوزة في 88 عام، ضعيفة البنية الجسدية، وصلت لنا في حالة تعفن يدل على كونه تم اكتشاف الجثة بعد 3 أيام من تاريخ الوفاة متاحة. السيدة مسعودة امرأة مسنة تعيش بمفردها، ما عندهاش مشاكل أو ضغائن مع حتى حد، وهو الشيء اللي أكدوه الجميع. أمك سعيدة هذه من جماعة النفات، يقول جماعة النفات. المرأة هذه بنت عمة بابا، بنت عمة بابا أي قريبة من هنا ماشي بعيدة. كان رجلها كانت تسكن في تونس، كان في تونس بسطاج، بقينا كيف مات روحت هي لهني لتونس، خذت الفلوس متاعها، خذت الدية متاعها، خذت كل شيء وروحت هني لتونس لبير مشارك. راحت لبير مشارك خذت دار وسكنت مع الجيران. ما عندهاش صغار، توفى رجلها عام 97 وبقات تسكن وحدها. قالوا لها اخواتها واخوتها اجي اسكني معانا وهاكي معانا وكل شيء، قلت لهم لا نحب روحي وحدي. عندها اخواتها تمشي لاخواتها وتجي وديما في دارها. عائلتها يطلوا عليها، مش متطلوش عليها، اما بقليله، فهمت؟ تمشي تبات عندهم في الليل، ما تباتش وحدها. الليله هذيك باتت في الدار. عام 2008 صارت الاحداث نتاع جريمه القتل هذه. مباشره بعد اعلام منير الشرطه باكتشاف الجثه،
بديت الأبحاث والتحقيقات لكشف أطوار الجريمة وهوية المجرم. في نفس اليوم تم إعلام السلطات المعنية هاتفياً أنه هناك جريمة قتل قام بها شخص يدعى أحمد. أحمد حال تفشتي معي ثانة تعب تعب زين هومي خد محد هز عمره يشرف الكور هز عمره معناها فصد أصحابه مبخوص عريان حفيان جيعان قاعد ما عندوش بطاقة تعريف ما عندوش أوراق ما عنده حتى شيء له وقاري له وحتى شيء ما يكسب شيء وصل لعمره 15 سنة معناها عايش هكاكا لا يعرف لا أبوه لا أمه أنا معنا وكو يخدم مثال مرمى نهار يخدم يرقد 10 ثم مرمى هكا حاجة يخدمها ما ثمش قاعد واللي يخدم بهم بلكي يلبس بهم بلكي يشرب بهم تقول يشرب بهم القراية مش قار يكتبش عليك مش قار والخدمة مرة يخدم كان يلقى يمشي يخدم ما لقاش أنا وقاعد في الدار يأكل ويشرب وقاعد وأنا نخدم عليه إن أمه مسكينة تخدم في الديار بيها عمة مسكين بارك في تركينا أمه تخدم في الديار نهار تصور دينار ونهار تصور الفيل ونهار باش توكل وباش تشار نشري له الدخان نشري له الكسوة معناها كان يلقى وليدي يلبس ما لقاش ما لقاش اللي يجي يعني يحنوا عليه العباد منه ومنه يعطوه يلبس وكذا سد هو وخرج معنا ما كانش كيما أحمد قبل عاش في دومين آخر ولا يطبع في عباد ولا يشرب ولا برشا حاجات يعني يعمل فيها يسهر يروح الصباح ساعات ما يروحش في الدار أحمد هذي كان معنا حسب ما نسمع عنه وحسب ما نعرف أنا كان معنا دائم في حالة سكر وديما يشرب وديما عنده ما عندوش اعتداءات كبيرة ياسر على العباد لكن مانيش عارف مانيش مخالته ياسر لأنه مش فارق العمر بيناتنا كذا لكن حسب ما نسمع عليه كونه دائما معناها في حالة شرب مسعودة المرأة هذه كانت أمه تخدم عندها معينة منزلية وكان أحمد يعرف أدق تفاصيل المنزل كذلك يعرف اللي مسعودة الضحية عايشة وحدها كانت تقوم بجميع شؤونها وحدها تخرج تقضي وحدها جميع متطلباته كانت في صحة جيدة ما عندهاش أمراض حتى ضربة ساقة كانت كسرت شوي ولا تفسعت استحقت إلى جارة من الجارات باش تدخل للدار تنظف لها الدار تجيب لها القضية متاعها وهذا ما دامش برشا لمدة 3-4 أسابيع لا غير لا أكثر ولا أقل هذه أم القاتل وقت اللي كانت حينت عادة تقول لي بالله جيبي لي خبازة يجي عبي لي سطايا الماء أفهمت أنا نجيبها لها خبازة نمدها لها ونجي نعبي لها سطايا الماء هي ما يمرأة كبيرة ما تجبش تهز سطل ولا ما تجبش تعمل أنا عبيهم لها ونمشي لها بس لها بس لها هي بنت عمة بابا أما أمي تمشي لها معناها هذا تبدا امي متعديه وهي توقف تقول بنيتي جيبي لي معناها خبزه ولا اجي عبي لي سطل ماء من السباله من برا اجي عبيه لي دخلي لي الكوجينه بعيده على السباله هذاك هو جيب لها امي خبزه لا نبقوا معها لا نقعدوا معها بنت عمه بابا من معناها بعيد لا تجينا لا نمشوا لا حتى شيء كانت هي معناها ما عندهاش علاقه بالقاتل جمله واحده لا تحكي معها لا تعرف ولا حتى شيء عندها علاقه بام القاتل باعتبار كونه دخلت لها للدار جمعتين ولا ثلاث جمعات باعتبار من تقديرها في شؤونها عاونتها معنا في شؤون بتاعها المنزلية أم أحمد تخدم عندنا أمك سعيدة هذه مش تخدم ديما ساعات كيف دواتي مش توصل لها صابون ولا مش تسيق لها ولا مش كل مرة في بيت هي مش ديما في بيت واحدة قالت لها أنا مش ناخذ من عند أمك سعيدة الفلوس راهي مشيت اليوم باش تجبد الفلوس باش تمشي تعمل في عمرة جبدت الفلوس أخذت منها 10,000 وهزت لولدها عطاتها الدخان كيف سمعها وعندها الفلوس وكل شيء مشي يشرب الكول وكل شيء ومشي يقتلها الجريمة تشخصت عمليا عايطولو القاتل أنا باش يشخص جريمته كيف صارت العملية وكنت حاضر في يوم التشخيص وبدأ شخص الجريمة نتاعو يوم الاثنين 5 ماي 2008 على الساعة 4 مساء
توجه أحمد إلى مقبرة الأجانب في بير مشارقة بغاية احتساء الكحول، ومعه أصدقائه نبيل ونور الدين وصادق. بقاوا في المقبرة يحتسي في الكحول، ثم بعد ساعات غادر صادق ونبيل المكان، وبقى أحمد ونور الدين فقط يحتسي في الكحول إلى غروب الشمس، ثم غادر الكل المكان. نهارتها لهنا سكران، قلت له أحمد وين ماشي؟ قال لي أني هابط كالعادة. قلت له وين؟ قال لي أني هابط. مشي مغرب، مشي خرج على راحة، مرجعش، رجع كان في الليل مخر. جينا لهنا أحمد وين ماشي؟ قال لي أني ماشي خارج زاد صباح لرقم تسبع. أحمد وين ماشي؟ قال لي خارج برا. قلت له خارج. بقى أحمد ليلة كاملة يتجول في شوارع بير مشارقة وهو يحتسي في الخمرة، وبعد ما احتسى كمية كبيرة من الكحول قرر باش يرجع للدار قبيل أذان الفجر. وهو راجع لداربو مر أمام منزل مسعودة. وقت يمشي على روحه هو وقتها الشيطان يمشي يشرب الكحول وتخلى على أمك سعيدة هذية في بالها مش يهز الفلوس يسرق ويمشي. تصور الجدار الخارجي للمنزل، ثم أنا نقز في فناء المنزل، وكان معناها دار عربي، كانت حوش عربي في البيت. مشال المرأة، مشالها المرأة، دهم عليها، دق عليها الباب حلت له، هي مخلعش ولا كسر ولا عمل، دق عليها الباب حلت له الباب. قلت له الباب انت شكون دزها؟ دخل المنزل نتاعها البيت، وكانت معناها متواجده، ثم صراخ خنقها اول مره، بعد دزها طيحها تحت لوطه. المراه كيفاش فاقت بيه شدت فيه دزها. قالوا طحت على الفرش، مش ما عرفهاش، عطل على الفرش ما نعرفهاش. قالوا طحت على الفرش. ضرب على راسها، معناها باعتبار معناها كونه على الأرضية متاع المنزل، كسر لها الجمجمة متاعها نوعا ما، وكمل بعملية الخنق. شال الجلاس جبد الفلوس، لا واعل مش نوع قديش ولا قديش فلوس، حطهم فوق حطهم في سروالة. الفلوس اللي كانت من ربي الله وعلم عليهم قداش، هز روحه وخرج. وقام بعملية القتل بتاعه، معناها كانت عملية سهلة جدا بسيطة باعتبار المرأة وحدها، وباعتبار منها كبرها في السن معناها وعامل السن معناها يفرق، ثم معناها أخذ الفلوس وغادر المكان. هو معناها مش بتخل باش يقتلها ولا مش يضربها ولا تخل مش يسرق. بعد نهارين ولا ثلاثة قالوا فلانة ماتت، ما شكون قتلها؟ قتلها فلان. خرجتني بطلة نقضي وقتها
قالوا راهو فلان قتل فلان. كيفاش؟ قالوا جو يلقوهم مالها طايحة مضروبة على رأسها عجنب من هناك تحت على كوميدينو ولا معناها تحت من الفرش، فوق الفرش تحت جتلت. وجدنا القتيلة بعد يومين مقتولة، وكانت قتلة شنيعة مضروبة على رأسها من تالي، تروماتيزم كرانية مخنوقة، هذه حسب تقرير الطبيب الشرعي حكم عنه مباشرة. الجثة هذه تحمل أثار عنف تتمثل في صدمة مباشرة على مستوى عينها اليسار، خدوش على حول الأنف متاعها وفمها، وهي نتيجة عملية كتم صوت، وإصابة على مستوى مؤخرة الرأس متاعها نتيجة ارتطام الرأس بالأرض. إلى جانب ذلك عينا وجود علامات خنق على مستوى الرقبة متاعها تتمثل في ثلم عرضه 4 سنتيمتر ياخو كامل الرقبة في جزءها السفلي. ومن هنا استخلصنا كونه تم تعنيف الهالكة مسعودة، ثم كتم أنفاسها لعدم تمكينها من الصراخ، ثم خنقها بواسطة حبل، وهو شيء لأدى بشكل مباشر للوفاة متاعها على عين المكان. أحمد ادعى أنه وقت ارتكاب الجريمة كان غير واعي تماماً بأفعاله، وأن الإدمان على الكحول هو اللي خلاه يقتل الضحية من غير ما يشعر بروحه. حطها في مخها مشي يشرب الكول ودخل عليها، وفي بالها ما هوش مشي يبدأ، في بالها مشي يهز الفلوس ويمشي. حالة شرب سكران وصغير ودلو عرفه ولا غير. إلى حد هذه اللحظة كل أطوار الجريمة تأكد إنه الجاني اقتل الضحية على وجه الخطأ، والنية كانت موجهة للسرقة فقط دون القتل. لكن بعض الشهادات غيرت مجرى القضية وحولتها إلى جريمة قتل عمد مع سابقية الإذمار والترصد. كانت الجريمة بدواعي السرقة باعتبار كون المنزل معناها ما لقيناش بعثر، ما لقيناش يقني الأثاث كما هو، لكن الفلوس مفقودة. وكانت الجريمة معناها باعتبار معناها ترصدها أي مات باعتبار يعرف المبلغ المالي اللي كانت استحوذ به القتيلة أين موجود، كان في ساك معناها متواجد عندها وديما تدور به الساك هذا برا. الفلوس هذا ما تحب تعمل بهم عمرها، قد مجروف جرتها أختها ولاد أختها عطيهم أن نخبوهم لك، قالت لهم لا ما تخبوهمش لي، ديما عندها تمشي عندها قفة بلاستيك حشك من نزوروا بها هذيك الحبس، قفة بلاستيك هما كل فلوسات في القفة. شت الحانوت تقضي بحذين من الدين، قالت لها باش نقول لك حاجة، قالت هذلي، قالت لها ربي يسترني ما ولد عبد العزيز هذا تبع في هذا علاش، قالت له يتبع في. في يوم من الأيام أنا قالت كون الشخص هذاك ما تحبوش هكاك، لا خالتها لا كلمها لا كلمته، الشخص هذاك ما تهضموش جملة واحدة متعدي من قدامي، قالت الشخص هذاك ما نحبوش أنا ومخاف منه هكا بصريح العبر. لأجل لا شيء، إحساس وكهو ما عنده بيه حتى علاقة وما عمل معها حتى شيء إلا يوم الجريمة يوم عملية القتل. هي كل حانوت تمشي له تحسبهم كل فلوسات، فهمت؟ هو قاعد يريف فلوس عندها ذاك على جدهم عليها، قاعد هو دهماتها الفلوس هذاك شنو اللي هزه لها، كان مارس فلوس ما يمشي ليش يدي متلفت ليش ما يدورش بيه خلاص. هذه أمك سعيدة يمشي لها، هو يمشي لها للدار ويعرف عليها كل شيء، يعرف عليها كل شيء وتعطي فيه في الفلوس. خارجة قال لك ما هي خارجة من البوسطة وفيدها الفلوس تحسب فيها في الثني، هشافة هي اللي عندها الفلوس، هي خارجة من البوسطة كانت تخلص ولا الله أعلم عليها ولا تجبد ولا الله أعلم عليها. عندها 100 فرنك مشي يشرب سيجار من الحانوت، 100 فرنك مشي يشري سيجار، هو مش مشي يشري سيجار مشي يشوفك المرأة ذيك شنو عندها بالقفة، شتى حاسبة روحها ماشي البوستة معناها تله فيه، معناها اللي هو معناها هي باش تحطهم في البوستة كالفلوس، هو مزور
عاود خلطت عليها نفس الحكاية في الحانوت. ياكل الفلوس موجودة عنده. قامت غدوة شالها الفلوس. لا ناوي باش يقتلها، لا ناوي معناها باش يعمل حاجة هكا ولا هكا، هذاك اللي ناوي عليه. قاعدة ثميك وحدها وعندها الفلوس وكل شيء بفلوسها في البوسطة. بقينا طول كسمع حكاية الفلوس. أخذ الفلوس وقتل وخرج. واعترف بعد يومين في جلسة خمرية، جلسة مع أصحابه، قعدوا مع بعضهم شربوا، قال لي أنا قتلت امرأة في بير مشيركة. وإحنا مازلنا معناها بش نهار اكتشفنا الجثة اللي هو يوم الأربعاء. فلما اعترف معناها وقت عينا الجثة ومشينا معناها زيناها للطبيب الشرعي وعرفناها مقتولة وكذا وكذا، ألقي القبض في ذلك اليوم باعتبار اعترافه الصريح أمام أصحابه. واحد من أصحابه معناها ولا واحد من الجالسين معاه هو الأعلم عليه الصورة، وجاءوا ألقاوا هذه القبض. شد مع تلاقى ولد بلاد يعني فهمني يعرفوا بعض، يلقيها معناتها لاباس عليه بفلوسها وشربها وكل شيء. كي سهل على الاخر قال لها منين جبت الفلوس والشرب هذا؟ قال لها دبرت راسي كي كبش فيه هذي منين منين؟ قال لها انا قتلت روح قتل. قال لها قتلت روح. شدها الاخر ومشى عيط للعوان في ثميك في الفوشان يطلبوا مغادي لهنا المركز. قال لهم عندكم روح ميتة غادي. في المرحلة هذه من الأبحاث المتهم الوحيد في القضية هو أحمد، لكن باستنطاقه اعترف بوجود شريك له نبيل. نبيل ولدي عمره 27 سنة، طويك عمره 31 سنة، ما عنديش حتى مشاكل، ما عنديش حتى مع العباد مع الجيران مع كل، ما عنديش حتى مشاكل. مشكلته فلوس، يمشي باش يخدم ما يخدم حتى حد، مش يمشي لوج على خدمة حتى في مرمى ما بوش يخدمه. مشكلته فلوس، بقينا كيف الله يهز الفلوس وكل شيء وطبعها وكل شيء أعطاها معاه. أخوي نبيل قبل الجريمة عمره 27 سنة فهمني، عنده مشاكل مع أمور الفلوس معناتها هي باش تخليه يوصل يسر. نبيل صاحب أحمد هذا صاحبه بالقديم بالقديم، ما عرفش عباد تقول معاه هو تخلوا الأخر يعس من برا في الكياس، وعباد كل واحد وش يقول. صحيح ما ثمش، صحيح عباد تقول ظلم داخل معاه، ظلم معناه ما هوش اللي معاه، وكل واحد وش يقول. نبيل وأحمد ما عندهمش حتى علاقة كبيرة مع بعض، يتلاقوا كل شيء مور شرب كي معك فهمني، يتلاقوا كل مرة كيف في مور شرب، ساعات يتلاقوا في جمعة مرة ساعة كل مرة كيفاش، يكونش تلاقوا شي نهارتها في شربوا شي مع بعضهم، يجيش بدل على الحكاية. مانيش متأكدة معناه اللي هو تخلى معاه وقتل، ما سمعناش من فم خويا أحمد، ما سمعناش من اللي هو معناه معاه تخلى معاه وقتل معاه وعمل معاه. أحمد جاء نبيل خويا معناتها الأساس يمشي يسرق. أحمد نبيل خويا في باله الأخ يمشي يسرق. أما الليلة اللي مات المرأة نهار لحد في الليل ولدي قلت لك جي مع حكاية التسعة كاك العشرة، قلت لك ولدي مريض وجي مع حكاية التسعة كاك، قلت لك العشرة، قلت له وليدي علاش قاعد تدور انت مريض وقاعد تدور، مو منبه لك الطبيب قال لك الهوية لا ولا لا، ايجا اغسل ساقيك وتعشى ويجي اقعد. قال له عمل لك كاكا مشي اغسل ساقيه وجي تعشى هو واخوه وجينا وقعدنا في البيت هذيك المنقات. دخل الاخر للدار كي جاي مش يسرق فاقت بيه المرأة هذه المرأة كبيرة فهمني، ضربها دزة، ضربها بني دزة تحت على الفرش، ماتت المرأة غطاها حتى فوق الفرش، هز السوارد وخرج فهمني. مشى مع نبيل خوي، نبيل كي مشى خرج مع نبيل خوي ما قالش راني قتلت، معناتها في باله اللي هو سرق وكا هو. ما حكاليش قال لها راني قتلت، قال لها سرقت فلوس، سرقت فلوس بتاع عمك سعيد، قال لهاش راني قتلت. خرج نبيل طلب منه أحمد باش يصطحبه إلى مدينة تونس إلى العاصمة، قصد القيام بجلسة خمرية صحبة صديق
اسمه محمد موجود في ينشير اليهودية بالعاصمة. وافق نبيل وسأل أحمد قال له منين الفلوس؟ جاوبه أحمد قال له الفلوس جت نتيجة غنيمة سرقة. قلت الحكاية هكاك مدة 3 أيام في صرف وكفلوس مصرف مع الفلوس الحق فهمني على سياسة مور سرقة. بعد تخالفه هذاك مشى هذا أخوي روح والآخر مشى للسيسمة الفوشانة هكا. عندها عمة في فوشان ولدي من زغلان تعدى معاه هزه ومشي يشربوا مع بعضهم هذاك روح والآخر قعد في فوشان شدوا واحد من هني من ذي مشارقة من هني من البلاد قال له شنو قصدك انت عندك الفلوس وكل شيء قال لها سرقتها كيفاش سرقتها منين سرقتها قال لها سرقتها دبرت راسي كيف شرب زاد شرب كل شيء عيطوا له العوان متعلا سايبه هذا زاد شرب كيف شرب وجوه العوان وشدوه متاع فوشانة قالوا له شكون معاه قال لهم معايا نبيل بن سالم في شادوا كبشوا فيه وكل شيء شكونوا معاه قالش بدخل أمة غدوة جونيش جوني الحرس حتى شليني جو يسألوا على نبيل منين نزلت ما في باليش لا بجريم ولا في بالي حتى بشي. أمة غدوة جون نبيل لهني الحرس علاش قلت لهم تلوج عليه قالوا لي نبيل مش نهزوه نعدوا عليه خاطر هو ما يشربش فدويه ما بوش يقولوا لي معناها راهو هكا خاطر عارفين هنا مريضه وكل شيء ما بوش يقولوا لي امشي هزوه وقت اللي هزوه طول عدوه للمنطقه عدوه لزغوان. في نهايه القضيه هذه تحكم على نبيل بن سالم بالسجن مده 15 سنه اما احمد الجزار فتحكم عليه بالسجن مدى الحياة ويكونوا تحولوا بذلك من ضحايا الإدمان إلى مجرمين حطموا حياتهم وقتلوا نفس بشرية بدون أي وجه حق بل لأجل بعض المليمات.